التعديل يجب أن يكون في الأشخاص والسياسات. مصر الحقيقة لا تستحق البهدلة دي. انهيار العملة معناها أقوى من انهيار الجيش. الدفاع عن البلد معناها دفاع عن العملة أولا، الله، مش عن الحدود. لا، الأمن القومي معناه راحة المواطن المصري. بالنسبة للمحور فيلادلفيا، وجود دبابات إسرائيلية على الحدود المصرية مباشرة، ده مخالف الاتفاق الأمني؟ طبعاً مخالف. الملحق الأمني الأول اللي هو الترتيبات الأمنية، أنا كنت بطبقه بالوزارة مع الأمريكان ومع اليهود. مصر طلبت من إسرائيل إعادة النظر في الترتيبات الأمنية بناء على الإرهاب في سيناء، ولكن إسرائيل رفضت. قالت مصر تدخل اللي هي عايزاه من أسلحة ومن ناس، بس بتختارني. فأتاري الاختار ده بيتبلغ مع المسلحين في سيناء، وهي اللي بتسلحهم وتحط لهم الخطط وتصفي الجيش المصري والشرطة المصرية انتقاما من 73. الغرب حرص على أنه يحيط مصر بالمشاكل في ليبيا وسوريا والسودان، مع العلم الأمن القومي المصري يقتضي تهدئة هذه الجبهات. إسرائيل تخطط إلى تهجير الفلسطينيين في سيناء وإقامة دولة فلسطينية في سيناء. طب الإخوان عندهم نفس الميول اللي عند عبد الناصر بالنسبة للطمع في السلطة؟ لا، بحكم هم عرفتك بسيكولوجيتهم، هم بيبرروا السلطة إنها تخدم الدعم، وبدل ما يبقوا مطاردين من جانب السلطة يبقوا معهم السلطة. وتبيلني إن الإخوان المسلمين زي الفار اللي قاعد في الظلمة 82 سنة، وبعدين عرضوه، دي مؤامرة أمريكية على فكرة، عرضوه للضوء فجأة يتخبط، فتغيرت ملامحه البيولوجيا بتاعه، فكان حقيقة يفنى طبيعي. يعني مش في كل الاتجاهات هيتخبط. طبعا. مؤسسة التكوين، ايه رأي حضرتك فيها؟ وهل ترى ان هذه المؤسسة الهدف منها الترويج لإسرائيل وانها ممولة من من الخارج؟ ممولة من الخارج، وبعدين بتدعو للإلحاد، والإلحاد الشباب مش ناقص. الموساد بيشتغل جامد في مصر. فالجماعة دول متأثرين بمنشور الموساد، وده الموساد أجهزة العالم الإسرائيلية بتحتفي بيهم. طبعا طبعا تحتفي بيهم، لأنها بتوجههم وممكن تديهم حاجة. طيب، وحضرتك بقى بعد كده قلت في الندوة برضو أن عمرو موسى مقتل القذافي كان طبعا هو تم باستشارته ووافق على هو اللي هدى الناتو القرار بتاع العربي، القرار العربي تعبيرا عن العالم العربي، انه اتدخل في ليبيا. ولو اتعملت لجنه تحقيق حتى اهليه هتجيب عمرو موسى يعني عمرو موسى اتصل بنفسه بحكم ان هو كان امين عام للجامعه العربيه، وابلغ امين عام حلف الناتو ان الموقف العربي مع تدخل الناتو في ليبيا. والاخوان المسلمين لعبوا دور كبير جدا في تأسيس ضباط الأحرار. طيب، حضرتك مصر أعلنت بعد احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا أنها ستنضم إلى جنوب أفريقيا في مقاضاة إسرائيل ووقف الحرب على غزة أمام محكمة العدل الدولي. هل مصر انضمت ولا لم تنضم؟ والله أنا هريت بيان وزير الخارجية الأستاذ سامع شكري بالانضمام وأسباب الانضمام، ولكن لما سألت هناك قالوا اللي انضموا أسبانيا وإيرلندا
والمكسيك وشيلي، دول اللي انضم، دول اللي انضموا رسميا واصبحوا مع جنوب افريقيا في التعاون. لكن مصر مش موجود اسمها حاليا. انا ما شفتش اسمها. تمام. وتركيا قالت انها انضمت ولكن ما شفتش اسمها. لم تنضم ايضا. فقالوا له الاشعل ده عنده عقليه يهوديه زينا. عقليه يهوديه. عقليه دليل عن حضرتك قدرت تكسبهم في المفاوضات. قلت لهم ما فيش حاجه اسمها عقليه يهوديه وعقليه اسلاميه وعقليه مسيحيه. في حاجه اسمها عقليه مذاكره وعقليه مش مذاكره. بس ما تحطوش في دماغكم انه كنتوا يهود. انتوا صهاينه جايين حسب مشروع سياسي لاحتلال فلسطين وافراغها من اهلها، وعشان تحلوا محلهم وتتستروا باليهوديه.